حياكم الله من جديد مشاهدينا، وخلونا الحين ننتقل لنديبنا عبد الرحمن المري المتواجد في مركز سوق واقف للفنون، والكلمة عندك أخوي عبد الرحمن. نعم، شكرا يا نيلة، وبالفعل تم افتتاح معرض هويتي في عدستي في نسختها الثانية، وذلك بحضور الشيخ فيصل بن قاسم محمد آل ثاني، حضر افتتاح بعض من أبرز الناس اللي موجودين معنا من رئيس الجمعية القطرية الضوئية أيضا بيكون معنا. في البداية بنستضيف الشيخ فيصل آل ثاني اللي بيكلمنا أكثر عن حول افتتاح هذا المعرض. في البداية نصبح عليك بالخير يا مرحبا بك عبر شاشة قناة الريان في برنامج صباح رباح. يا هلا مرحبا. في البداية تخبرنا شلون شفت افتتاح معرض هويتي في عدستي في نسختها الثانية. أول شيء إني أصبح بكم بالخير، خاصة الإخوان اللي في الريان، يعني نشكرهم على جهودهم اليوم. إحنا اليوم الافتتاح هذا صراحة يعني إحنا شفنا إبداع للشباب، سواء شباب قطريين أو مقيمين، في خاصة في هذا التصوير اللي كان موجود وذي، وهذا الشيء يعني صراحة اللي تشكر كذلك التراث والهوية اللي هم قاموا يهتمون بهذا الشيء، ويعني ولهم دائما فعاليات شو اسمه. اليوم احنا في قطر صراحة الدولة ما قصرت، يعني عملت لنا فعالية أشياء كثيرة. عندنا مثلا المرأة ذيها كتارة موجود فيها قاعات كثيرة، ودائما فعاليات كثيرة وأشياء كثيرة، وهذه أشياء يعني كلها ترجع للانتماء الإنسان القطري، انتماء لمنطقته وانتماء لجسمه. فإحنا بقى كمواطنين وك يعني شباب وذي، لازم إحنا نحاول نستفيد من هذه الأشياء اللي هيئت الدولة لنا، ونستفيدون عيالنا، لأنه كل ما يحضر ويزور هذه الأشياء يكون تكون يعني تعطيه خبرة وتعطيه خلفية وتعطيه جسمه. هذه الشباب اللي اليوم شفنا التصوير اللي هم هذه، يعني هذا لا يشكرون عليه، لأن هذه أشياء أول شيء إنها فيها أشياء كثيرة تراثية، وفيها أشياء توثيق للمستقبل. يعني هذه أنا متأكد اللوحات هذه والتصوير هذه في يوم من الأيام بتكون من الأشياء اللي تكون ثمينة جدا، والناس يعني ممكن تكتب فيها مواضيع، لأنها هذه أشياء وثقت سواء شفنا اليوم جميع المجالات في التصوير، وكذلك في اللوحات اللي يعملونها. ايش اللي عجبك الشيخ فيصل من اللوحات الموجوده؟ يعني فنانين متنوعين، ايضا الصور تربط الحاضر بالماضي. انا يعني انا شفت الصوره الاولى والثانيه، لكن انا اعتبر ان كلهم الاول مش كل واحد، لان كلها ابداع يعني الصراحه، يعني شيء ممتاز جدا، وكل واحده يعني فكره مختلفه عن الثانيه او موقع مختلف عن الثاني، اللي هو اقول لك انه هو يوثق اشياء في يوم من الايام بتكون توثيق هذه اللوحات، لانها كلها جات من التراث، وجات من جسمه من البر ومن الصحراء ومن الخيل، ومن يعني كلها اشياء جسمه. بس المطلوب الحين احنا يعني احنا كأبهات وكشباب وذي، ان احنا نبدأ نزور هذه المواقع اللي تتعب عليها الدولة، وتتعب عليها اللي قايمين بها الأخوان اللي يقومون بهذه الأشياء، انهم يزورون هذه الأشياء ويأخذون خبرة. ويمكن الواحد في يوم من الأيام يجيك يعني اليوم متفرج، وبكرة يكون مبدع في شيء ثاني. فهذا الشيء تشجع عيالنا وتشغلهم يعني في أوقات فراغهم في أشياء مفيدة. وهذه دعوة أصلا مفتوحة للجميع، أن كل من يشاهدنا أيضا يعني يشوف مثل هذه المعارض، مثل هذه يعني مركز قطر للتراث والهوية، يعني أيضا نظمت بينها وبين مركز سوق واقف، يعني حررت لوحات حتى بينها وبين رئيس الجمعية القطرية للتصوير الضوئي، ما قصروا وعرضوا حتى جوائز مالية، يعني كل الحوافز موجودة. هي صحيح كل الحوادث موجودة، وهذه الأشياء تشجع شو اسمه. فهذه يعني الإنسان الشاب كل ما يضيف عنده أفكار ويشوف وذي، كل ما يكون ثقافته أكثر وأكثر، يقدر يتكلم، يقدر يكتب في أشياء، يقدر يبدأ بالتقليد، وبعدين يصير هو يتميز بشيء جديد، والأفكار تطلعون بأفكار جديدة. فيعني نطلب من الشباب ونطلب من الناس انها تزور هذه الاشياء. التعب اللي سووه اخواننا وعيالنا لازم نجي نزوره ونشوفه ونشجعهم عليه، حتى يعني ان شاء الله يعني نعطيهم حقهم، لازم نعطيهم حقهم. فاحنا اذا ما نزور هذه الاشياء ونجيها، فيعني
من بيزورهم او من بيجيهم او من بيشجعهم. فنتمنى لهم التوفيق، ونتمنى يعني ان شاء الله ان يعني الجهود اللي تعملها الدوله ما تروح شو اسمه، يعني يكون منا احنا كمواطنين كذلك ان احنا نحاول نستفيد من هذه الاشياء ونفيد عيالنا ونفيد ذي. وهذا الشيء مش مختصر على بس قطاع الدوله او مختصر على الشباب، هذا مختصر يعني هذا شيء انتماء للبلد، انتماء للامه، انتماء شو اسمه. فواجب من القطاع الخاص والشركات والوزارات والجامعات والمدارس كلها يعني تكون تشارك وتشجع هذا الشيء. نتمنى ان من المدارس والجامعات انها تزور هذه الاشياء، تعمل برنامج حق الطلاب يجون يشوفون، لان هذه اشياء يعني مثل ما تستاهل من يجيها. شكرا لك الشيخ فيصل غازي مره ثانيه، ما قصرت وحضور مميز، تشريف لافتتاح معرض هويتي في عهد السيفي نسخه 3. شكرا لك والحضور. شكرا، الله يسلمك ومع السلامه. مشكورين، يعطيك الف عافيه. مثل ما شفنا مشاهدينا الكرام، هذا كان معرض هويتي في عهد السيفي افتتاح الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، تم افتتاح في هويتي عدسة. وراح نرجع مرة ثانية مشاهدينا الكرام في جولة في المعرض، وأيضا عن من اللي فايزين ناخذ تفاصيل أكثر بإذن الله تعالى. نكلم عند الأخوات في الاستديو. يعطيك العافية عبد الرحمن، كل الشكر لك والشكر لضيفك على يعني هذه الإطلالة عن المعرض وافتتاحه له، وإن شاء الله نفس ما قلت راح نرجع لك وبناخذ جولة معك. مشاهدي الحين خلونا نرجع عند نديبتنا دعاء الفياض تنقل لنا وقاع ملتقى التعليم في مركز قطر الوطني للمؤتمرات. يعطيك العافية يا دعاء، الكلمة عندك. الله يعافيك يا نور. من دقائق وصل سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي، وبدأت فعاليات الملتقى. وصلنا الحين إلى طبعا آيات من الذكر الحكيم تتلى في قاعة الملتقى. معاي الأستاذة علياء البسطي عضو اللجنة المنظمة لملتقى التعليم، نستفسر منها أكثر ونتعرف منها أكثر على هاي الملتقى. صباح الله بالخير. يا هلا، صباح النور، حياكم الله وشرفتونا في ملتقانا السنوي أفاق إبداعية ملهمة 2014. طبعا احنا من شوي تكلمنا وتناقشنا عن مسيرة هذا الملتقى، لو يعني تعيدينها للمشاهدين على اساس نوضحها لهم، شلون بدا؟ انت قلتي لي من 2009 صح؟ اي اكيد، هو بدينا من 2009، احنا السنة في النسخة الخامسة او السادسة. في بدايته كان عبارة عن معرض ابحاث الطلبة منفصل، وملتقى الممارسات التعليمية خاصة بالمعلمين كفعالية منفصلة عن ابحاث الطلبة. من العام السابق حاولنا أن ندمج الفعاليتين في فعالية واحدة، وظهر عندنا بمسمى ملتقى التعليم. شنو هي الأهداف من هاي الملتقى؟ إحنا الهدف أن نبرز أو نوضح أهم المهارات اللي اكتسبها الطالب. يعني حتى الشعار اللي إحنا كل سنة العام كان باحثون واعدون من أجل قطر، ركزنا على الطلبة وأهم الأبحاث اللي يركزون عليها وشون راح يظهرون فيها مثلهم فيها دولة قطر محليا وخارجيا في حال وجود ممارسات على مستوى دولة قطر في الخارج. السنة صار الملتقى أن نركز أكثر حاجة يصير موازنة بين الطلاب وبين المعلمين من ممارسات تعليمية وورش. خلال العرض بيتم، خلال يعني افتتاح الملتقى بيتم عرض فيلم قصير تحت عنوان ومضات من الإبداع، كلمينا عنه. بالنسبة لهذا الفيلم ومضات من الإبداع، يعني احنا فكرنا في جملة تعبر عن ملتقانا. ملتقانا مثل ما قلت لشخصي عبارة عن أبحاث طلبة، ممارسات تعليمية يقدمونها المعلمين، عندنا أيضا إنجازات حققوها طلبة قطر على مستوى دولة قطر وخارج قطر. فحبينا نجمع هذه الإنجازات نظهرها للمجتمع المحلي والمجتمع الخارجي، لذلك سمينا ومضات من الإبداع. يعني كل ومضة توضح إنجاز قدمها الطالب أو معلم سواء على مستوى دولة قطر أو العالم الخارجي. جميل. والورش اللي يعني بتتم إن شاء الله في الملتقى اليوم وبكرة وبعدها، يعني كلمنا عن هاي الورش، إيش محتواها وإيش بتكون؟ الورش عندنا السنة الحمد لله رب العالمين زادت عن العام تقريبا بخمسين ورشة تقريبا. عندنا الإجمالي للورش تقريبا 98 ورشة قطناها على 7 قرف، وهذه دعوة مني أنا مباشرة لأولياء الأمور والآخرين حضور الملتقى وزيارة الورش.
2019. بالنسبة للورش هذه هي تغطي أهم الإنجازات للمعلمين والمعلمات في مدارس دولة قطر، إضافة للطلاب عندنا مشاركين، إضافة إلى المؤسسات الشراكة المجتمعية، نعني فيها كل مؤسسة لها علاقة بالقطاع التربوي والتعليم عندنا حابة تقدم ورشة تفيد فيها، أكيد تخدم فيها طلاب معلمين أولياء أمور وغيرها. طبعاً بعد يعني سنة طويلة فيها يعني منافسات في البحث العلمي خلينا نقول بين المدارس، وأنا شهدتها لأن واحد يعني أحد أبنائي مشارك في البحث العلمي، فباكر إن شاء الله بإذن الله بيتم الإعلان عن نتائج المدرسة الفائزة بالبحث العلمي أو عن البحث العلمي الفائز، كلمينا عنه إن شاء الله. بالنسبة للأبحاث الطلبة إحنا هذا إنجاز مثل ما قلت أختي إنجاز سنة متواصل 9 شهور، فإحنا نبرزها في الملتقى بحيث نبرز أفضل الممارسات، وبكرة إن شاء الله راح يتكريمهم. بس إحنا سنة يعني كل سنة نحاول نبرز طريقة شلون نوضح للطلاب وصولكم إنجازكم. فالسنة إن شاء الله الجديد إنه بعد الحفل راح يتكرم معالي الوزير بيفتتح المعرض، وبعد ساعة راح نعلن النتائج العشر المدارس الأولى على مستوى دولة قطر في البحث العلمي سواء على مستوى الابتدائي والإعدادي والثانوي من غير تحديد المراكز الثلاثة. احنا كل سنة نكرم 18 مدرسة فائزة، 9 منها في المجال العلمي و9 في المجال الأدبي، عندنا 3 في كل مستوى، 3 في ابتدائي 3 في إعدادي وفي 3 في ثانوي، وإحنا قاعدين نوسع القاعدة وعندنا رؤية السنة الجاية نوسع قاعدة هذه الجوائز لتصبح أكثر من تصنيف لها إن شاء الله. بالنسبة لبكرة هاي إحنا بنخليها مفاجأة للطلاب، ما بيحرقها على الطلاب حتى أولياء الأمور المجتمع يعرف من هي المدرسة الفائزة. طبعا المدارس الفائزة هاي بعد ايضا مروا في مرحله ان احنا اخذنا هذه الابحاث دخلناها في لجان محكمين من سواء من عندنا في المجلس او من محكمين من خارج المجلس من هيئات وقطاعات مختلفه، حكموا هذه الابحاث رجعت لنا مره ثانيه صنفناها، نطلع الابرز المرحله الثانيه بدنا نطلع ما هي الابرز من حيث الجوده، احنا ملتقانا دائما يركز على الجوده، فالمرحله الثانيه من تصنيف الابحاث نركز على الابحاث ذات الجوده ذات الفكره الخلاقه، احتمال تكون في واحدة من هذه الأفكار قد تصبح اختراع لدولة قطر في مراحل قادمة إن شاء الله. فإن شاء الله بكرة راح نكرم 18 مدرسة في المجال العلمي والأدبي، أيضا راح يكون تكريم للطلبة الأولمبياد الرياضيات، الطلبة اللي فازوا من الأسبوع اللي فات أعتقد في سلطنة عمان راح يكون لهم تكريم. أيضا إحنا من النقاط المميزة عندنا في البحث العلمي وهذا من العام صار عندنا أن الأبحاث الفائزة يصير لها أيضا تصفية، عندنا مسابقة إنتل للعلوم والهندسة، طبعا هذه إنتل دولية على مستوى دولي تقام كل سنويا في ولاية الولايات المتحدة الأمريكية، السنة إن شاء الله راح تكون مشاركة فاعلة لطلابنا، تم اختيار 15 طالب راح يمثلون دولة قطر، وهذا تشريف لنا ولطلابنا ولأولياء الأمور طبعا أن قطر تشارك السنة لأول مرة على مستوى العالم مع طلاب مدارس آخرين في الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى طلبتنا إن شاء الله في البحث العلمي. يعطيك العافية أستاذة علياء البسطي عضو اللجنة المنظمة لملتقى التعليم، شكرا لك على هاي المقابلة. العفو، احنا حابين تشرفونا تكتفون الزيارة تسوون التغطية الإعلامية تاخذون أيضا لقطات وأحاديث مع أكثر من شخص أساسا نوسع قاعدة الملتقى لأكثر من شخص. يعطيك العافية وشكرا لك. زميلاتي في الاستوديو الكلمة عندكم. شكرا لك يا دعاء وكل الشكر حق ضيفتك، ونقول مبروك حق اللي بيكرمونهم بكره باذن الله كل المدارس وكل اللي شاركوا في الاولمبيات اللي في عمان، الف مبروك على جهودهم اللي بذلوها. مشاهدينا الحين راح ننتقل لفقرتنا الصحيه في حلقه اليوم، واللي راح نبداها مع نديبنا حمد الفياض المتواجد في عياده السكري اللي صافه في الموقف الخلفي لقناه الريان. الكلمه عندك اخوي حمد. مشكور أختي، رجعنا لكم مشاهدينا، ولكن هالمرة إحنا من داخل عيادة السكري المتنقلة بنتكلم أكثر عنها من خلال ضيفي الدكتور عبد الله المدير التنفيذي للجمعية القطرية للسكر. صباحك الله بالخير دكتور. صباحك الله بخير حمد. دكتور في البداية بس تقول لنا إيش أهمية هذه السيارة؟ طبعا هو هذه السيارة كان نتاج التعاون المشترك بين مسك أويل قطر مع الشركاء الأربعة اللي هي ملمس العالي الصحة، بالإضافة إلى مؤسسة العالي الأولية، بالإضافة إلى مؤسسة حمد الطبية، أيضا
الجميع القطري السكري بمواسط قطر، يعني صح. كان هذا هو نتاج هذا المشروع حقيقة. طبعا هذا المشروع هو المسؤول الاجتماعي من قبل شركة مارسكويا لقطر. طبعا أهميتها صراحة، أنت تعرف أخي الكريم حمد، أهم شيء في قضية الوقاية من السكري، وتعتبر هذه السيارة اللي تعمل مسح يعتبر كأنها هي اللاين الأول أو المرحلة الأولى بالنسبة للوقاية الأولية. صحيح. فمهمة جدا، لأن تعرف أخي الكريم حوالي 50% من الناس يصابون بالسكري وما يدرون أنهم مصابين. صحيح. يتفاجئون لما يمثل مثل هذا، يعني يعمل تشيك في ميديكال تشيك أو شيء من هالقبيل، فتلاقي أنه مصاب بالسكري ويتفاجئ. صحيح. لكن هذا إذا مثلا تم اكتشاف على أنه مصاب بالسكري، أو أنه في يعني هو على عنده خطورة الإصابة بالسكري، ما في شك هذا بيعطينا فرصة إنه يعني إنه إن ندارك الأمور الأخرى، قضية مثلا إذا كان هو مصاب يكون موضوع المضاعفات السكري يمكن إن نتفاداه، أو إذا كان في مرحلة ما قبل السكري أيضا يمكن يتفادى الإصابة بالسكري. صحيح. يعني أيضا في الدراسة حوالي 80% إنه بالإمكان إن يتم. صحيح. نعم. دكتور، الحين خلينا نوري مشاهدينا شو اللي موجود في السيارة على أساس إن يتعرفون عليها أكثر. هذه أول غرفة من الغرف، هنا شو نسوي بالضبط؟ طبعا هنا موجود الميزان، وموجود أيضا قياس الطول. طبعا أهمية هذا الميزان هو وزن الجسم بالإضافة إلى الطول، هو نحاول نقيس مؤشر كتلة الجسم. مؤشر مهم جدا، لأن هناك في تقسيمات حتى المؤشر الجسم، إذا كان مؤشر الجسم يعني الطبيعي، هناك ما فوق الطبيعي اللي هو يعني إذا كان عنده وزن يعني فوق يعني أوفر ويت مثل ما يقولون، وزن زايد بالضبط. بعدين عندنا ما يصاب إذا كان مصاب بالسمنة. صحيح. فمن خلالها نقدر نعرف، نقدر نقسم الشخص هذا إذا كان في أي خانة من هذه الخانات. هل هو بالضبط؟ أنا شفت عندكم دائرة فيها أخضر وأصفر وأحمر. نعم. فهذه بناء عليه نحن نقدر نقيس إذا كان فعلا، إذا كان مثلا على سبيل المثال إذا كان فوق 25 معناه أنه عنده وزن زايد، إذا كان فوق 30 تقريبا معناه أنه مصاب بالهذا، فبالتالي يترتب عليها هناك بعض الإجراءات المتعلقة. حلو. والغرفة اللي بعدها؟ الغرفة الثانية هنا قياس العلامات الحيويه، ونحن نقصد بها العلامات الحيويه هي قياس سكر الدم بالاضافه الى قياس الضغط، لانه ايضا مهم جدا ان تقيس الضغط وتقيس نعطينا ايضا مؤشرات. صحيح. اذا كان فطبعا هنا واحد من يعني شباب قناه الريان الان يتم فحص الان نسبه السكر. نعم. نحن نسميه هذه نسبه السكر العشوائيه، انه عاده نحن عاده دائما يعني في المراكز الصحيه في قطر عندنا دائما نقيس وهو صايم هو الافضل يعني، لكن في بعض الاحيان ايضا نقيس وهو يعني كقياس عشوائي، فيعطينا ايضا مؤشر اذا كان مصاب او غير مصاب. صحيح. بس هذا مش يعني في نوع ثاني من التحاليل هو اللي يثبت دقه النسبه ولا؟ اي طبعا ما في شك، هذا قلت لك يعطينا مؤشر للاصابه، يعني مثلا الحين لو لقينا مثلا انه مثلا هو مو صايم الان، لو لقينا انه فوق 140 ان شاء الله. لا ما شاء الله هو ترى وزنه يعني ممتاز وهذا، فبالتالي ان شاء الله ما يكون مصاب. لا تخاف شباب الريان عندنا مركزين على هذه الامور. طيب دكتور. بعد هالغرفه شو الغرف الموجوده؟ طيب الغرفه الثانيه طبعا هو نفس الغرفه تقريبا، هذه على اليمين وعلى اليسار، على اليسار نفس هذا، على اساس يعني نخدم يعني مريضين في عدد نفس اكبر الوقت. عدد اكبر ايضا نفس الشيء. الغرفه هذه الغرفه الثالثه ايضا نفس الشيء، قياس العمليه الحيويه اللي هي قياس سكر الدم بالاضافه الى قياس الضغط. طبعا اذا اعطانا هاي التاشيرات انه فعلا هذا قد يكون قد احتمال يكون ما قبل الاصابه او انه مصاب، يتم تحويله الى الغرفه الثالثه. الغرفه الثالثه في هناك مثقفات صحيات لجميع القطري السكري، طبعا الاخوان المرضى الممرضين هنا من المجلس الاعلى للصحه، التعاون بينه. الاخر شيء المثقفات الصحيات عندنا من جميع القطري السكري هناك يعطونا اذا كان مصاب يعطونا بعض التثقيف الصحي في كيفيه التجنب مرض السكري، ما هي علامات ارتفاع الضغط، ما هي علامات انخفاض الضغط، ما هي ارتفاع نسبة السكري في الدم، ما هي انخفاض نسبة السكري، ولا يعني في حالة إصابته بانخفاض ما الذي يجب عليه أن يسويه وهكذا. فهذه المعلومات مهمة جدا. طبعا في أيضا عندنا جهاز موجود هنا الحقيقة، هذه العيام المتنقلة، هو قياس معدل السكر التراكمي، وهو مهم جدا
اسمه السي ام اي 1 اتش بي وان سي، السكر التراكمي، اي معدل السكر التراكمي. والان يعني يعتمدون عليه في كثير، ليش؟ لان دم الانسان دائما كل 3 اشهر يتجدد. صحيح. نعم، فبالتالي خضاب الدم دائما يكون يعني في ماده اخرى، انا ما ادخل في بعض الترسبات فيه، دائما يكون هناك التهاب بالسكري، فانت تعرف خلال 3 اشهر كم كان معدل نسبة. طيب نشوف الجهاز بس اخيرا عشان نعم. نوري حق مشاهدينا. طيب هذا هو الجهاز. نعم، هو طبعا تقريبا هو نفس الاجراءات في قياس نسبه سكر الدم. يتم اخذ العينه حطها في شريط ووضع الشريط داخل الجهاز، خلال تقريبا حوالي 4 دقائق يطلع لك النتيجه. جميل. طبعا هو دائما المعدل دائما يكون اقل من 5%، دائما المعدل الطبيعي يكون اقل من 5%. اذا كان تجاوز اكثر من 6% 700 معناه انه هذا، اذا كان تقريبا 5 ل 6 انه تقريبا احتمال يكون هناك خطوره الاصابه بالسكري، يعني ما قبل السكري. اذا كان فوق 7 ونص تقريبا معناه هذا شخص مصاب بالسكري، وبالتالي لابد من مراجعه المركز الصحي او الطبيب المختص حتى يجري بعض الفحوصات او بعدين اخضاعه للعلاج اذا كان بعد هالمرحله. دكتور انتم تقدمون بعض النصائح للمريض؟ إيه حمد، انا قلت لك انه بعد يعني بعدها يعني اذا كان المؤشرات اللي هنا كانت مرتفعه، وهذا مثلا كان نسبه السكر عاليه، نسبه الضغط عاليه، هنا الاخت المثقفه الصحيه من جامعه قطر السعوديه تعطي النصائح، قلت لك تعطي ما هي علامات ارتفاع السكر، ما هي علامات انخفاض السكر، كيفية تجنب مرض السكر مثلا، ممارسة الرياضة، الأكل الصحي وهكذا. فالأخوات يعني هم معتمدات كمثقافة صحيات، فيعطون المعلومات المهمة جدا، لابد كل واحد لازم سواء كان مصاب أو غير مصاب. طيب. يعني حتى الآن في الجميع نحن من ضمن النشاط اللي نقوم به أنه حتى أي شخص لابد يكون عنده معلومة عن النسب، حتى أيضا في بعض الأحيان حتى ندرب بعض الناس على كيفية استخدام جهاز قياس السكر. يعني نحن دائما نقول انه يا اخي كل شهر انت قاعد تغير لي الموبايل مالك بتشتريك هالجهاز، ثمنه بسيط يعني بالامكان. صحيح. يعني على الاقل لازم يكون في واحد في البيت. دكتور طبعا احنا بنرجع اخواتي في الاستديو، ولكن احنا بنستمر معاك في فقره ثانيه. مشاهدينا طبعا الفقره الثانيه بكون انا اللي اسوي تيست، والله يستر. وبعدين الدكتور احنا اتفقنا معاه انه اي سلبيات يوجدها فيني على طول يقولها على اساس ان احنا نستفيد وانتم تستفيدون. نرجع لكم في الاستديو. يعطيك العافية يا أخوي حمد، وكل الشكر لك وللدكتور، ولا تخاف إن شاء الله ما فيك إلا كل خير، ورح نرجع لك مرة ثانية في عيادة السكري. مثل ما شفتم مشاهدينا الكرام، عيادة السكري تزور قناة الريان اليوم، والأستاذة منال مسلم خبيرة تثقيف صحي في مؤسسة حمد الطبية معنا بالاستوديو عشان تحدثنا عن أهمية هاي العيادة وعن الجهود التوعوية اللي يقدمونها طول أيام السنة، وكل هاي من أجل نشر الوعي اللازم للوقاية من داء السكري. صباح الخير أستاذة. نعم، صباح الخير. أستاذة في البداية كلمينا عن الجهود اللي يبذلونها الجهات الطبية المختصة لداء السكري عشان ينشرون الوعي اللازم للناس. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هي الجهود اللي تبذلها مؤسسة حمد الطبية بالإضافة للشركاء الاستراتيجيين من المجلس الأعلى للصحة مع الرعاية الأولية الصحية، بالإضافة إلى الجمعية القطرية للسكري، تعتبر جهود يعني ناجحة إن شاء الله وممتازة في سبيل نشر التثقيف والتوعية الصحية بخطورة مرض السكري وكيفية الابتعاد عنهم. يكون التنسيق بين هذه الشركاء الاستراتيجيين في عمل مخيمات توعوية على مدار السنة. الهدف من المخيمات التوعوية طبعا الناس اللي هم المجتمع، وبالإضافة إلى المرضى وأهاليهم، بالإضافة إلى الفريق الطبي اللي يعالج المرض السكري. فالشركاء الاستراتيجيين الأربع مثل ما قلت هم يعني يهدفون إلى 3 مجموعات. المجتمع أولاً، بعدين المريض وعائلته، بالإضافة إلى الفريق الطبي. تكمن هاي الجهود بأنهم أول شيء عمل مخيمات توعوية مثل ما شفتوا اليوم، المخيم التوعوي عندكم في قناة الريان. المخيم التوعي اللي نعمله دائما هو أكبر مخيم يكون في اليوم العالمي للسكري. نعم. في 14 نوفمبر، بالإضافة إلى المخيم التوعوي في اليوم الرياضي، بالإضافة إلى المخيم التوعوي قبل رمضان. نعم. للناس ولأئمة المساجد على أساس يذكرون الناس بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعملون فحوص دم متنقي في بعض المساجد الرئيسية في الدولة، بالإضافة إلى المخيم التوعوي الأخير اللي نعمله فترة الحج أو قبل. نعم. الحج للحملات الحج والفريق الطبي المؤهل.
انه يرافق حجاجنا الكرام على اساس انه نوعيهم كيفيه اخذ الحيطه والالتزام وكيفيه التعامل مع اي شيء طارئ بالنسبه لمريض السكري اثناء فتره الحج. بالاضافه الى هذه المخيمات التوعويه نعمل مؤتمرات سنويه لتوعيه الفريق الطبي المعالج للسكري. فيكون احنا يمكن في شهر 3 كان عندنا مؤتمر التميز ضد السكري. وإن شاء الله في شهر 6 بعد عندنا مؤتمر اللي هو العلاج الجيني والسكري بإذن الله. وهذا من المؤتمرات الدولية. بالإضافة إلى المخيمات اللي هي تعقدها الجمعية لخطايا السكري زي مخيم البواسل وخيم التحدي. ما ننسى بعد المخيم شهر 6 ولا قبل رمضان خلينا نقول. راح يكون عندنا في مخيم توعي بالنسبة لرمضان إن شاء الله. نعم. الحين بس ننتقل مرة ثانية عند نديبنا حمد الفياض اللي موجود في السيارة وهي في سيارة عيادة السكري. الكلمة عندك أخوي حمد. رجعنا لكم مشاهدينا ونفس ما قلنا لكم إن إحنا بنسوي تست علي أنا والدكتور عبد الله معاي على أساس إنه يقول لنا شو السلبيات وشو الإيجابيات وشو المفروض نسوي. بس من في بعض الأسئلة ودنا نسألها. دكتور شلون تشوف هذه السيارة إن هي تساهم في التوعية بالنسبة لمرض السكري؟ طبعا ما هو ما في شك يعني وجود عياده متنقله وخاصه ايضا احنا حاب ان شاء الله بنستخدمها حتى للمناطق اللي خارج الدوحه. جميل. يعني ايضا من كان هدفنا حتى في من هذا المشروع انه نحن نخدم مو بس فقط اللي في الدوحه ومراكز العمل يعني ايضا الناس اللي خارجين الدوحه ان شاء الله بالتعاون مع قطر البترول ومع اعضاء مجلس البلد المركزي ان شاء الله سنقوم بزيارات لخارج الدوحه. جميل. انا ذكرت اخوي حمد انه ان ان الهدف من قضيه المسح هذه مهم جدا. يعتبر قلت لك البدايه الاوليه بالنسبه للوقايه الاوليه للسكري ان نبدا نعمل مسح لانه في خلال المسح نكتشف بعض حالات مصابين بالسكري. وقلت انه حوالي 50% من الناس ينصابون وما يدرون انهم مصاب لانه في بعض الاحيان قد لا تظهر عليها اعراض السكري فبالتالي يتم اكتشافها عن طريق مثل هذه الفعاليات. في احصائيه دكتور اللي هي تقريبا 16% من القطريين مصابين بسكري. هو نحن طبعا هو نحن سوينا عده مرات. اول كان سنه عام 1999 سوينا اول فحص يعني وطني للسكري كان تقريبا نسبه حوالي 15%. سنه 2008 بالتعاون مع مستشفى حمد والجمعيه القطريه للسكري بمؤسسه قطر سوينا المسح الثاني فكان نسبة حوالي تقريبا 16.7. الإخوان في المجلس الأعلى للصحة كان عندهم أيضا مشروع بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية في مسمى بالتدرج الصحي والاختصاص التدرجي ولقوا أن النسبة حوالي 16.7 يعني بعدها بثلاث سنوات يعني كانت إحنا سوينا والله. وما في شك كثير لكن أنا يعني ثبات النسبة أنا في اعتقادي هو نتيجة للجهود اللي تقوم بها الدولة يعني بالجمعيات أيضا الجمعية القطرية السعودية إنه قدرنا أن نحافظ على نسبة ثابتة لحد الآن. صحيح. وطبعا إحنا ما في شك إنه سيكون في ارتفاع على مستوى العالم يعني الآن نسبة الآن الناس المصابين بالسكري حوالي أكثر من 400 مليون مصاب سكري الآن وحتى في 2025 تقريبا يصبح حوالي 500 مليار في العالم ناس مصابين بالسكري حسب إحصائيات التحدي للسكري. طيب أنا ما أدري شو علومي لأن إحنا ما عندنا وقت. والآن بس الحين دكتور أنتم في عندكم خطة للمدارس. إحنا أساساً من ضمن البرامج اليومي عندنا في الجمعية القطرية بالإضافة إلى المجلس الأعلى للصحة هناك يقومون نحن نقوم بزيارة طبعاً بناء أدوات جودنا من المدارس بتوعية المدارس حول موضوع السكري بالإضافة إلى الأكل الصحي بالإضافة إلى ممارسة الرياضة. هذا طبعا برامج يعني دائما يعني في بدايه كل سنه الجمعيه مع الاجهزه ذات الصله نقوم بالتوعيه حول السكري. طيب احنا 116 116 اوكي. شنو هو 116؟ هو طبعا هو 116 وانت الان انا فاطر. انت فاطر فبالتالي يعني 116 نحن نعتبره يعني لا بأس فيه. نعم لكن احنا طبعا نحاول انه يكون اقل من 110 وهذا يعني خاصه اذا كنت انت هو انا سويت اول ما جيت كان 107 ما ادري ليش وصل 116 لان انت طبعا انت فاطر وهذا لكن انا اشوفه جيده يعني 116 لان النسبه الان العالميه الان انا 116 دائما اذا كنت انت يعني صايم دائما النسبه تكون 126 ملي جرام لكل ديسلتر وانت طالع صحيح اعتبر انك انت مصاب يعني مصاب بالسكري. الحمد لله. اذا كان اقل من 126 ملغ معناه انت معرض للاصابه بالسكري.
اذا كان اقل من 100 وانت تحت يعني طبعا فانت تعتبر انت نورمال او انت يعني سكر معدل سكر طبيعي فبالتالي يعني ما هو بس تستمر على حسب انك انت يعني دائما نقول حتى لو كان لابد ان قضيه الممارسه الرياضه ضروري جدا تمارس الرياضه بالاضافه الى قضيه الاكل الصحي اذا حافظت عليهم ان شاء الله بتكون ان شاء الله باذن الله بعيد عن السكري ان شاء الله ان شاء الله دوم. جزاك الله بخير دكتور وما قصرت شرفنا على شاشه الرياض مشاهدينا طبعا نشكر المؤسسه القطريه للسكري لهذه الاستضافه صراحه وهذا السياره المتنقله وشلون التوعيه دائما ونشكر الدكتور عبد الله الرئيس التنفيذي لهذه الجمعيه وهذا كان ما لدينا ونرجع لكم في الاستديو يعطيك العافيه اخوي حمد كل الشكر لك وللدكتور والله يبعد إن شاء الله عن الكل مرض السكري أمين نفس ما قلتي أختي مشاهدينا فاصل ثاني ونرجع لكم خلكم معنا